الكبد الدهني الحقيقة من ضمن المشاكل اللي احنا بنشوفها كتير جدا، واللي هي نسبتها عالية جدا، بس هي مش يعني مش قادرين نعمل لها proper estimation أو تقييم حقيقي، لكن هي عالية جدا وعند ناس كتيرة جدا نتيجة النظام الخاطئ في الأكل والشرب ونتيجة عدم ممارسة الرياضة، بيؤدي إلى كل المشاكل. شرب الكحوليات، شرب الكحوليات طبعا، ده من شرب ضمن الكحوليات بيعمل حاجة تانية، بيعمل حاجة اسمها التهاب كبدي كحولي، اللي ممكن يؤدي إلى تليف ثم إلى أورام في الكبد. ده بيتحط برضو تحت الكبد الدهني، لا او لا يعني لا، الكبد الدهني ما الكبد بيبقاش الدهني ده حاجة ملوش علاقة إلا بزيادة الوزن فقط، تمام. وزيادة الوزن هي اللي بتؤدي إلى الكبد الدهني، بيحصل لخبطة في الكبد. ايوه في بعض الناس اللي عندهم الكبد الدهني بيؤدي إلى حاجة اسمها التهاب كبدي دهني. الالتهاب الكبدي الدهني ده حاجة مش كويسة، وبيؤدي إلى التهاب مزمن ثم تليف ثم أورام في الكبد.